تلقت سامانثا رسالة من إنجلترا بعد شهر واحد من وفاة والدها المباغتة، وكانت لا تزال في حالة صدمة وذهول منذ سماعها نبأ حادث السيارة والذي أودى بحياة والدها على طريق الأوتوستراد السريعة من ميلانو إلى بولونيا. وقد نجم الحادث عن انفجار مفاجئ في إحدى العجلتين الأماميتين لسيارته القديمة الفخمة، الأمر الذي جعلها تنزلق بشكل خطر وتتجاوز الحاجز الفاصل بين قسمي الأوتوستراد قبل أن تصطدم بحافلة ركاب سياحية انطلقت بالاتجاه المعاكس، وذعر المسافرون إلا أنهم لم يصابوا بأذى، في حين قتل جون كينغزلي. وتملك الشقاء سامانثا، فقد شاركت والدها حياته طويلا في هذه القرية الإيطالية الصغيرة بيروزيو، والتي يعتمد سكانها في معيشتهم على صيد السمك. كما كانت علاقتهما حميمة وحميمة جدا، بحيث جعلتها وفاته تحس أنها لن تذوق طعم الأمان والسعادة ثانية. وهكذا لم تتمكن ماتيلد العجوز التي عملت مدبرة للمنزل منذ وعد سامانثا الدنيا على سد الفراغ الكبير في حياتها. كان جون كما نادته دائما في زيارة لميلانو بقصد افتتاح معرض منحوتاته الأول بعد إخفال موهبته سنوات عدة. وعندما زارهما أحد المتحمسين للفن أعجب بمنجزات جون وساعده على إقامة معرضه في ميلانو، حيث كان قد أمضى أسبوعين وهو يوافي سامانثا بأخبار نجاحه والعروض التي انهالت عليه. ووقع له الحادث في طريق عودته إلى البيت، وطالما تأمدت سامانثا بمرارة سخرية القدر والذي أودى بحياة جون ما إن بدأت أحلامه تتحقق وأتعابه تثمر. وأجريت مراسم الدفن في بيروزيو، فيما تجمع كل سكان القرية في الكنيسة الصغيرة حيث أدى الكاهن صلاة الجنازة. وذاقت سامانثا ذرعا بمودة أهل قرية وتعاطفهم، وتمنت لو أنها بقيت وحيدة مع حزنها وذكرياتها. كانت أوضاع والدها المالية في حالة مزرية، فالفيلا مستأجرة، وقد حسب الجميع أن المعرض بداية نجاحه، مع أنه لم تظهر أي دلائل بعد على إفائه تعبه عبر السنوات الطوال. أما مرتبه المفروض له بعد تقاعده من الخدمة العسكرية فقد مات معه، ولم يبقى لسامانثا بعد دفع تكاليف الدفن إلا القليل. ورضيت حاليا بالبقاء في الفيلا مع علمها أنها مسكن مؤقت، وتوجب عليها أن تتحرك بسرعة، فإما أن تحصل على وظيفة وإما أن تقبل عرض الزواج المقدم لها. لكنها كانت دائما تتجنب التفكير بالمصير، وفي أي حال كم وظيفة هي مؤهلة لأدائها. صحيح أنها تحسن استعمال الآلة الكاتبة إلى حد ما، وأن بمقدورها إدارة منزل صغير وطهو بعض أنواع الطعام، لكنها لم تعتبر هذه الكفاءات مقنعة في عالم حديث يخيل لها أن كل فتاة فيه تزود نفسها بمعارف واسعة حتى تؤهل نفسها لتتبوأ مركزا ما. والآن وصلها هذا الخطاب من إنجلترا، البلد الذي لا تقر فعلا بأنه مسقط رأسها. فهي عاشت في إيطاليا منذ كانت في الرابعة من عمرها، وهي تتقن اللغة الإيطالية بطلاقة أهل البلد، وهذا هو الوطن الوحيد الذي عرفته حقا، علما بأن والدها أصر أن يتحدث بالإنجليزية كلما انفردا ببعضهما. وكان جون قد أخبرها أن أمها توفيت فيما كانت هي طفلة صغيرة، وأن ليس لها أي أقارب آخرين، وعليه هاجر إنجلترا وقصد إيطاليا حيث يتوفر له الوقت والإلهام لأداء عمله. لم يكن بحوزتهما مال كثير، إلا أن اليسير منه كفاهما بسبب رخص المعيشة في هذه القرية والتي تعتمد على صيد السمك. وماتيلدا تصنع كل ما يحتاجه البيت من الخبز، أما هما فينتجان الخضار في الحديقة الصغيرة والواقعة أعلى التلة. وهكذا كانت سامانثا قانعة على الدوام.
قلبت سامانثا الرسالة الموضوعة في غلاف ثمين بين أصابعها قبل أن تفتحها، ولم تعرف أي شيء آخر عن الخطاب الذي حيرتها كثيرا معرفة مضمونه. إنه لابد مرسل من أحد أصدقاء والدها في إنجلترا، والذي لم يعرف بوفاته إلا مؤخرا. كتب الجواب على ورق مخصص للرسائل يحمل عنوانا خط بأحرف ذهبية صغيرة: مسكن تافين ولتشاير. وعبست سامانثا فيما تطلعت إلى نهاية الرسالة لتقرأ إمضاء مختصرا بسيطا: لوسيا دافينبورت. وهزت سامانثا كتفيها بطريقة مألوفة فيما قرأت الخطاب من بدايته: عزيزتي سامانثا، حين بلغني نبأ وفاة الصهر المفجعة وضعت الترتيبات اللازمة لعودتك إلى إنجلترا، فمن الواجب أن تعودي إلينا. نحن أسرتك، ونحن الذين نريدك. فأنا جدتك، وأنوي إطلاعك على الحقيقة التي ترفض باربرا كأي أمر أخرى إعلامك بها. تأكدي أن أمك ما زالت تنبض بالحياة والحيوية، وذلك على عكس ما يمكن أن يكون قد صوره لك والدك. وإنني أتصور أنك تجهلين هذه الحقيقة، إلا أنني سأوفيك بمزيد من التفاصيل عندما نلتقي. ويسرني كثيرا يا عزيزتي أن تعودي للإقامة معي. أنا السيدة العجوز في مسكن دافين، فوضعي الحالي ممل وكئيب، لكني آمل أن تحيط بي صبية مثلك، على أن أسعى لتوفير المتعة والسلوى لك بالرغم من ذلك. تأملت سامانثا الرسالة بدهشة، وانتاب الوهن رجليها، فارتمت فوق ذراع أحد المقاعد القريبة متراخية وقد تنازعها الاندهاش والشك. هل يمكن أن يكون ما قرأته صحيحا؟ أم هل طلع أحدهم بهذه الفكرة البغيضة قصد المزاح؟ ثم قلبت الصفحة بأصابع مرتجفة ومضت تقرأ: حين اتصل بي محامي والدك بناء على تعليماته في حال إصابته بمكروه، سارعت بإرسال تعليماتي لترتيب سفرك إلى لندن، حيث سأكون هناك شخصيا لملاقاتك إذا تفضلت وأعلمتني بتاريخ وموعد وصولك. أرجو ألا تكثري التفكير فيما قلته لك إلى أن نلتقي، فمن المستحيل أن تفهمي شيئا إذا لم توضح لك الأمور وتشرحي الحقائق. وثقي بأننا سنرحب بك هنا. المخلصة لك، لوسيا دافينبورت. لم تتمكن سامانثا من كبت صيحة التعجب التي انبعثت من حلقها، ووضعت الرسالة في مظروفها بعناية فيما حدقت في الفراغ على غير هدى. فسألت نفسها ثانية إذا كان هذا صحيح. هل صحيح أنها عاشت كذبة طوال هذه السنوات؟ وهل ما زالت أمها حقا على قيد الحياة؟ وإذا كان هذا صحيحا، فلماذا لم تتصل بها أبدا؟ وحتى إذا لم يكن ذلك صحيحا، من يفكر بهذا الضرب من الخداع؟ لكنها قررت في نهاية المطاف أنها الحقيقة ولا بد، ومدت يدها إلى علبة السجائر المنقوشة التي صنعها والدها، فأخرجت منها لفافة تبغ وأشعلتها، ثم أخذت تفكر بحالة الاضطراب التي سيطرت على عقلها. لقد امتلأت حياتها الفارغة من جديد على نحو مفاجئ. امتلأت بغرباء يدعون القرب، جدة وأم، هل يمكن أن يكون لها إخوة وأخوات أيضا؟ وتزاحم مئة سؤال وسؤال في رأسها، لكنها لم تستطع أن تجد لها جوابا مقنعا. والطريقة الوحيدة لحل اللغز هي زيارتها للندن حسب ما اقترحت جدتها. لقد أرهبتها فكرة إبعادها وحتى اقتلاعها عن كل ما ومن أحبته طوال هذه السنين. فهل يمكنها أن تترك ماتيلد؟ صحيح أن لماتيلد شقيقة تعيش في رافنا على مقربة من بيروزيو، ولكن هل يجوز أن تتوقع مغادرتها بهذه الطريقة؟ وماذا لو لم تحب أقاربها الجدد الغرباء وهم لم يهتموا بها حتى الآن؟ ولماذا أبقى جون الأمر سرا خفيا؟ تصورت أنهما لا يخفيان أسرارا عن بعضهما، فيما كتم والدها سرا قد يغير مجرى حياتها كليا. أصابتها الرشفة بالرغم من حرارة الجو،
فوقفت ثم سارت على الأرضية اللامعة المسقولة نحو الباب الذي يفتح على الشرفة المطلة على رمال الشاطئ البيضاء، حيث تتكسر أمواج البحر الأدرياتيكي الرقيقة المزبدة على الدوام. كان المنظر أخاذا، فحبست أمامه أنفاسها. أن تترك هذا الجمال وتقصد مدينة إنجليزية باردة تتلبد الغيوم في سمائها وتحتجب فيها الشمس عن الظهور، فلا يستطيع الناس أن يخرجوا دون ارتداء معاطفهم الواقية من المطر. لقد رسم جون صورة قاتمة لموطن ولادتها، ولكن بعد كتمان جون كل هذه الأسرار عنها، تساءلت إذا كانت لندن على هذا القدر من البشاعة والذي صوره لها. فلو كان في تلك المدينة شيء يكرهه، شيء جعله يهاجر إلى إيطاليا ليبتعد عنها، أفلا يمكن أنه رأى الأمور بمنظار مختلف عن منظارها؟ وشعرت أن ليس باستطاعتها إطلاع أحد على معلوماتها في هذه اللحظة، فقد كان الخبر صاعقا ومن الصعب شرحه حتى لماتيلد. وأطفأت سيجارتها ثم عادت أدراجها لتعبر الممر المغطى بالآجر والمؤدي إلى حجرة نومها، حيث خلعت عنها بنطالها الجينز القديم وسترتها الصوفية، وارتدت بزة استحمام خاطتها بنفسها، ثم نظمت شعرها على شكل ذيل الفرس، وغادرت الفيلا باتجاه الشاطئ متجاوزة الشرفة ثم التلة المنحدرة. وركضت نحو البحر الدافئ حيث ألقت بنفسها، فغمرتها مياهه قليلا قبل أن تطفو على السطح وتسبح بثبات فوق الأمواج. وكان بوسعها أن تتناسى مضاعفات الرسالة الخطيرة بعض الوقت وهي في الماء، ولكن لابد أن تعود سريعا وتخبر ماتيلد بالأمر وتطلب مشورتها. أما الآن فلا يخطر لها على بال سوى دفء الشمس والسعادة التي توفرها لها المياه. ولم تنتبه إلى أنها أبعدت عنها وللمرة الأولى شبح الكآبة التي سيطرت عليها منذ وفاة والدها. ولما تطلعت إلى الشاطئ خلفها أدركت أنها وهي السباحة القوية قطعت مسافة أكبر بكثير مما ظنت، واستدارت فرأت صيادا ممتلئ الجسم يراقبها، فلوحت له بيدها إذ عرفته، وسرعان ما بلغت الأماكن الضحلة فخاضت في مياهها إلى أن بلغت الشاطئ. وقف بينيتو أنجيلي يراقب تقدم سامانثا بعينين دافئتين يملأهما الشوق. يا الله، ما أجمل هذه الفتاة الإنجليزية الشقراء بشعرها الحريري الكثيف المنسدل رطبا فوق كتفيها. وتفرست سامانثا بكتفيه مبتسمة، وتوازت عيونهما بسبب طول قامتها، وسألها بينيتو باللغة الإيطالية: إنك أفضل، أليس كذلك؟ خفضت سامانثا رأسها، ومع أنه لا يحتمل أن يترك بينيتو قريته، فقد عكفت سامانثا على تعليمه الإنجليزية والتي خاطبته بها الآن. أجل، أشكرك يا بينيتو. فكشر مرتبكا وتابع حديثه بلغته: ستذهب أتعابك سودا، فأنا لن أتعلم. أرخت عقدة شعرها وارتمت فوق الرمال متمددة باسترخاء، فيما أجابته بالإيطالية: إنك لن تتعلم إذا لم تحاول، ما أروع المياه. وجثم بينيتو بجانبها وعلق بقوله: إنك تسبحين بعيدا لوحدك. فتنهدت وقد بدا أنها عوقبت على نحو ملائم. أعلم ذلك. احتار بينيتو لأن سامانثا لم تضيع وقتها في الأحاديث الفارغة منذ وفاة والدها، أما اليوم فقد اختلف الوضع، وهنا خاطبته وكأنها قرأت أفكاره. الحقيقة أنني مذهولة بعض الشيء، فقد تلقيت هذا الصباح رسالة من إنجلترا. تجهمت قسمات بينيتو وقال: إنجلترا، هل تعرفين أحدا في إنجلترا؟ أجابت سامانثا وهي تنقلب على وجهها: يبدو أنني أعرف أحدا يعرف والديك. أجل، وكلمة يعرف ليست معبرة بشكل كافي. وهزت رأسها أما هو فتمدد بقربها: إذا أخبريني، من هو مرسل الخطاب؟ فابتعدت عنه بغضب ثم جلست: إنني لا أمزح، فالرسالة من جدتي، هل فهمت الآن؟ تخلى بينيتو عن تكاسله ودعابته وقال: جدتك،
لكن والدك قال أنه لا أقارب لك. أعلم ذلك، لكن يبدو أن لي أقارب. إذا لم يكن أحدهم يهزأ مني ويسخر بمشاعري، والأهم من ذلك أن لي أما. فصح بنيتو: يا الله، هذا هو شعوري بالضبط، فأنت ترى أنني أواجه مشكلة. وما هي؟ جدتي تريدني أن أذهب إلى إنجلترا. ارتسم الغضب على ملامح بنيتو: كلا كلا، إنك لن تذهبي. تنهدت سامانثا: هذا ما لم أقرره بعد يا بنيتو. مال بنيتو نحوها: هراء، وماذا عنا؟ إنك تعرفين حقيقة مشاعري تجاهك، وقد ظننت أملت أنه سرعان ما. أطرقت سامانثا قبل أن ترد: إنني أعلم. لم يعد يساورها الشك بصحة مشاعر بنيتو نحوها، لقد كبرا معا دون أن يفترقا معظم الوقت، فعلمها السباحة والصيد وإدارة المركب تماما مثل أي شاب في القرية. ولم يعترض جون، علما بأنه لم يكن شديد الاهتمام ببنيتو أحيانا، ولم يستطع أن يرى ماذا كان يحدث بالقرب منه. ودخل في روع سامانثا أن صداقتهما متينة وحميمة، بحيث لا تسمح بنشوء قصة حب وغرام، لكن اقتران أبناء الجيران وبناتهم ببعضهم أمر طبيعي في إيطاليا، وعليه لم يخفي بنيتو أمر مشاعره. وانتظر أهل بنيتو يوم العرس، وتناقل أهل القرية أخبار كوخ قد شغل حديثا يلائم العروسين، خصوصا وأن إيجار الفيلا التي يقطنها جون كينغزلي مرتفع بالنسبة لهما. كما رغب بنيتو بالبقاء وسط أهله الذين أعجبت صحبتهم سامانثا، وفتنت بأولاد أشقائه وشقيقاته، لكن الزواج كان خطوة كبيرة، ولن ينقضي وقت طويل قبل أن ترى نفسها وسط أسرتها، وقد أضاعت كل فرصة بمغادرة القرية ثانية. هل هذا ما تريده فعلا؟ لقد طرحت هذا السؤال على نفسها مرارا وتكرارا، وطلعت دائما بجواب واحد غير مقنع: ما اختيارها الآخر بعد أن توفي جون وزادت المشكلة تعقيدا؟ لقد فتحت هذه الرسالة أمامها أبوابا جديدة، ومع أن فكرة الرحيل أرهبتها، فإنها أيقنت أن هذه فرصتها الأخيرة للتعرف على العالم. ولكن كيف يمكنها أن تشرح هذا الأمر لبنيتو؟ وهل يسعه أن يفهمها؟ كان بنيتو عازما على الإقامة في بيروزيو، إنه يحيا حياة هانئة ويفخر بأسرته، وربما افتخرت هي أيضا بأسرتها. دأب بنيتو على اعتبار زواجهما أمرا طبيعيا، ولذلك اضطرب عندما قوبل بموقفها الجديد وسألها فجأة: لماذا لم يحضر لرؤيتك مرة؟ ولماذا أعلمك والدك بأن أمك ميتة؟ فصارحته متنهدة: الحقيقة أنني لا أعرف، لعله اعتبرهم غير موجودين بالنسبة له، إلا أن محامي والدي اتصل بجدتي، ولابد أنه قرر أن أعرف الحقيقة إذا أصيب بمكروه، ومن البديهي أنه لم يتوقع حدوث مثل هذا الأمر بسرعة، فهو لم يكن في أي حال متقدما في السن عند وفاته. ولكن ماذا عني؟ لا شك أن والدك عرف بعلاقتنا. فأطلقت سامانثا تنهيدة طويلة: كان يعرف ولا يعرف، فأنا يا بنيتو لا أتصور أن أبي توقع أن تتعدى علاقتنا إطار الصداقة. ابتعد بنيتو عنها: وهل سمحت له بأن يتصور ذلك؟ فأجابته سامانثا وهي تقف بدورها: كلا، بالطبع كلا، لقد أخبرته أننا معجبان ببعضنا. بسط بنيتو يديه يائسا عاجزا: معجبان؟ إنني أحبك يا سامانثا. أطبقت سامانثا شفتيها قبل أن تعترف: أعلم، إنني أعلم. فزمجر ساخطا: لكنك ستسمحين لأسرتك الجديدة بأن تبعدك عني؟ وأصمت سامانثا أذنيها بيديها: لا، لست أدري بعد. وطغت الشراسة على بنيتو: لن أسمح لك بأن تفعلي ذلك. أدارت سامانثا له ظهرها وركضت تتسلق التلة باتجاه الفيلا، فركض وراءها. هز جيك برأسه ثم سأله: وعائلتك يا لاتيمير، هل الجميع بخير؟ كيف حال ابنك هذه الأيام؟ أعني الابن الموجود في الجامعة، ها
هل تعتقد بأنه سيتخصص في الفيزياء والكيمياء؟ ابتسم لاتيمير وأجاب بحماس وفخر: إنه يرغب في ذلك يا سيدي، وأعتقد أن نتائجه حتى الآن مرضية. إنه في السنة الثالثة كما تعلم، وأنا متأكد من أنه يقدر لك اهتمامك يا سيدي. وصل جيك إلى منزله الواقع في ميدان كيرسيلاند، والذي يضم أبنية فخمة يملكها رجال أعمال أو حرفيون أو مهنيون. وكان لاتيمير يعيش مع زوجته والتي تعمل كمدبرة منزل في بيت جيك وبقية أفراد عائلته في شقة حديثة ملحقة بالفيلا، ولكنها خاصة بهم وتثير إعجاب وربما غيرة الأصدقاء والأقرباء. أوقف جيك سيارته أمام البيت فيما كان من سائقه، إلا أن نزل قبله وفتح له الباب قائلا: هل ستحتاجني بعد خلال هذه الليلة يا سيدي؟ رفع جيك طوق سترته ليرد عن عنقه هواء الليل البارد وقال: لا أعتقد، شكرا، بإمكانك الآن أن تضع السيارة في مكانها. حاضر يا سيدي. صعد جيك الدرجات الستة وفتح الباب بمفتاحه الذي لا يفارقه، وتوجه نحو القاعة عبر مدخل جميل رائع. وهناك لاحظ أن الأبواب التي تؤدي إلى غرفتي الطعام والاستقبال والغرفة التي يستخدمها كمكتب خاص كانت جميعها مغلقة على غير عادتها. أين هي هيلين؟ كانت دائما تحضر لملاقاته واستقباله عندما يعود. ألم تسمع صوت السيارة أو فتح الباب وإغلاقه؟ رمى سترته بدون اكتراث على أحد المقاعد وهم بالخروج. وفي تلك الآونة فتح الباب الذي يؤدي إلى المطبخ والطابق السفلي حيث يسكن السائق وعائلته، ودخلت منه مدبرة المنزل السيدة لاتيمير، حيته بتهذيب قائلة وهي تأخذ سترته لتعليقها في غرفته: مساء الخير يا سيدي، وأهلا بك، هل كانت رحلتك موفقة؟ لعل ذلك أفضل عمل أعمله، فلا بد أن نكتشف من هم زوارك. ولما تخطيا عتبة الباب وجدا ماتيلد، وهي سيدة متقدمة في السن تقف في الممر وقد عقدت شعرها على شكل كعكة عند مؤخر عنقها، فنظرت إلى سامانثا والارتياح باد في محياها وخاطبتها بالإيطالية وهي تشير إلى باب البهو: عندك زوار من ميلانو. عبست سامانثا لأن مظاهر الحلم أخذت تطغى على يومها ابتداء من الرسالة الزلزال وانتهاء بالزائرين الغريبين. لقد بدأ عالمها المحدود يتسع على نحو مخيف. وقف بينيتو في القاعة ينتظر عودة سامانثا والتي دخلت لكي تلبس ثوبا لائقا، وعادت بعد بضع دقائق وقد نشفت شعرها حتى كاد يجف ولفته بمنديل من القطن الأصفر صنعته بيدها. لم تكن تملك مالا كافيا للإنفاق على ملابسها، واكتشفت أن شراء القماش من السوق وخياطته بيدها يوفر لها بعض المال لشراء الحاجيات الضرورية. وهنا سألت بينيتو: هل أبدو لائقة؟ خفض رأسه مطرقا لأنها تبدو جميلة في عينيه كيفما كانت، فنظرة واحدة إليها تكفي لكي يندفع الدم في عروقه وينبض قلبه بعنف. قريبا وقريبا جدا، ينبغي أن تقترن به، فهو لا يستطيع الانتظار مدة أطول. لقد أرادها بكل جوارحه، إنها تبدو ببشرتها الشقراء وشعرها الفتان مختلفة عن بنات قومه ذوات الشعر الأسود، وقد تأخر قرانهما كثيرا، فلو كانا متزوجين عندما وصلت الرسالة هذا الصباح لما أمكنها أن تتحدث إليه بنفس الطريقة، ولكانت عندئذ زوجته وأما لطفله البكر ربما. وتجاوزا عتبة ردهة الاستقبال ليجدا رجلين جالسين على مقعدين متقابلين يدخنان ويشربان القهوة المرة التي حضرتها لهما ماتيلد. وكان الزائران الجالسان يكبران الشابين الداخلين سنا، إذ كان أصغرهما يناهز الخمسين من العمر. ولما دخلت سامانثا وقفا باحترام، ثم تقدم أكبرهما سنا محييا وسألها بلغة إنجليزية تغلب عليها اللكنة الإيطالية: هل أنت الآنسة كينغزلي؟ أجل، أنا هي. صفحت الزائرين الوقورين وقد خالتهما شريكين لوالدها،
خصوصا وأنهما قادما من ميلانو، ولعلهما قادما لأمر يتعلق بالمعرض. ثم استأنف الرجل حديثه مبتسما: اسمي أرتورو سيوني، وهذا الشقيق جيوفاني، إننا محامية والدك. وهنا تردد قليلا: هل تتكلمين الإيطالية يا آنسة كينغزلي؟ ابتسمت سامانثا وخفضت رأسها: أستطيع التحدث بلغتك إذا كان هذا أسهل. فتحول الرجل إلى الإيطالية: حسنا، تسلمنا جوابا من جدتك، ونأمل أن تكوني قد تلقيت خطابا مشابها، هل هذا صحيح؟ أطرقت سامانثا: هذا ما حدث بالضبط، ولكن علي الإقرار بأنني لم أكن أعلم أن لي أقارب، فأبي لم يخبرني شيئا عن هذا الأمر. أعلم هذا، أما الآن فقد طلبت إلينا جدتك ترتيب سفرك إلى إنجلترا، فهل أوضحت لك ذلك في رسالتها؟ أجل، إلا أنني لم أتغلب على صدمة الأولية بعد. فعلق الرجل الأصغر سنا متكلما للمرة الأولى: هذا مفهوم، ولقد نصحت والدك دوما بأن يطلعك على الحقيقة احتياطا لمثل هذا الحادث المؤسف، لكنني أحسبه وجد صعوبة في إعلامك بالحقيقة والتي عشت طويلا دون أن تعرفيها، ولعله خاف بعض الشيء. خاف؟ أجل، كنت أنت المبرر الوحيد لاستمراره في الحياة، ولو عرفت أن لك أما في إنجلترا لكنت أصررت على العودة إلى وطنك ومقابلة والدتك، ولعله خشي أن تفضلي طريقتها في العيش والحياة على طريقته. آه، كيف يسعه أن يفكر بهذه الطريقة؟ كان يعرف بأنني مفتونة بالعيش هنا، وأنني لم أكن لأتركه وحده. وأحست سامانثا باضطراب شديد، فتوسل إليها الزائر بأن تهدئ روعها: أرجوك ألا تزعجي نفسك، فقد مات والدك سعيدا لأنه لم يخبرك بالواقع، واستطاع أن يكيف حياتك وفقا لمفهومه، ولا أظنه كان يطمح إلى أكثر من ذلك. هذا واضح. لم تثق سامانثا بما قاله، وتكلم أرتورو سيوني بلهجة تنزع إلى الجدية: والآن دعينا نتناول التفاصيل. إن جدتك تريد أن تسافري من ميلانو إلى لندن في أقرب وقت ممكن، وبالإمكان تصفية أعمالك هنا بسهولة طبعا، أما الفيلا فكبيرة ولا يمكنك استئجارها بمفردك، وينبغي أن تكوني قد قررت بعض الأمور المتعلقة بمستقبلك. فهمست سامانثا بشيء من الحياء وقد احتلت أحد المقاعد فيما امتقع لونها: ليس هذا صحيحا بالضرورة. وتملكها فجأة شعور بضخامة الأمور التي يتوجب عليها أداؤها، وانتابها الوهن، فتأملها أرتورو بقلق وصاح: أعذريني، فلا بد أنها كانت صدمة عنيفة لك، ولقد حاولت بحماقة معهودة أن أستعجل قرارك، لأن جدتك أوحت لنا في رسالتها بضرورة الإسراع في العمل، مما دفعنا إلى وضع تصورها في حيز التنفيذ. وتشنجت سامانثا وهي تفكر بالفجوة التي قامت بين والديها، وتوصلت بنتيجة معرفتها لحساسية جون ورهافة حسه إلى التكهن بأن والدتها قد آذته أشد الأذى حتى حزم أمتعته وهجر بلاده. وقالت آخر الأمر: أجل، لقد فهمت، ولعله افترض أنني سأذهب إلى إنجلترا عند وفاته مع أنه لم يرجع بنفسه. فعلق جيوفاني: الزمان كفيل بتغيير أمور كثيرة، أما الظروف فتتغير هي أيضا وبصورة أكبر. كان والدك يعرف أن ما يشكل قاسما مشتركا بينكما لن يدوم إلى الأبد، وينبغي بالتالي أن تعرفي الحقيقة وتقرري بنفسك الطريقة التي تختارين. ماذا يمكنك أن تفعلي؟ هل لا تفكرين بوظيفة معينة؟ فأوضح بنيتو بحدة: إننا مخطوبان، أليست الخطوبة بحد ذاتها وظيفة؟ أم أنك تعتبر مستقبلها غير مضمون بين يدي؟ ولماذا يؤمن لها شخص غريب ما أستطيع توفيره أنا؟ وماذا؟ تنهدت سامانثا وهي تخاطب بينيتو: بينيتو، لسنا مخطوبين. كلا، إننا لم نخطب بعد. أرجوك، إنني بحاجة للتفكير. فهز أرتورو كتفيه: إذا شئت البقاء في هذه البلاد يا آنسة فسنعلم جدتك بالأمر، فلا حاجة بك للاتصال بها أو الكتابة إليها إذا لم تكن لديك الرغبة، وقرارك الآن في يديك، إذ يسمح لك سنك باختيار الطريق الأنسب.
مررت سامانثا لسانها على شفتها العليا قائلة: أشعر بالفضول طبعا، فهل تدريان سبب انفصال والدي؟ رد جيوفاني: إنهما مطلقان، هذا كل ما نعرفه، لقد ائتمننا والدك على سره، ثم إننا لا نعلم القصة بكاملها، لذلك من واجبك أن تكتشفيها بنفسك. حسنا فهمت. أنهت سامانثا شرابها ووضعت الكوب على المنضدة لتتأمل بنيتو المكفهر الغاضب، ثم أحنت رأسها قليلا ولوت أصابعها قائلة: لقد حان وقت الغداء، فهلا تفضلتما أيها السيدان بتناول الغداء معنا؟ فابتسم لها جيوفاني: هذا لطف كبير منك يا آنستي، إننا ممتنان لدعوتك. طمأنتهما سامانثا: سأعطيكما جوابي المنتظر بعد الغداء. كانت ماتيل تعمل في المطبخ عندما خرجت سامانثا للبحث عنها، وقد تركت بينيتو مع ضيفيها وجلست على اللوح الذي عملت ماتيلد عليه، وأخذت تشرح لها بتأني كل ما حدث. فلم تقاطعها السيدة العجوز، وعرفت سامانثا أنها ستفتقدها كثيرا إن هي قررت السفر. وبينما غسلت ماتيلد الخضار وأعدت السلطة، تأملت سامانثا بحيرة ثم سألتها: هل ستذهبين إلى إنجلترا؟ حملت كلماتها معنى القرار، فبدا الاستغراب على وجه سامانثا: هل تظنين أن علي الذهاب؟ اكتفت ماتيلد بهز كتفيها: لست أدري يا سامانثا، لكنني أعلم أمرا واحدا، وهو أنه إذا لم تذهبي فإنك ستتساءلين طوال عمرك عما إذا كان يجب أن تذهبي أم لا. ما هو مبرر وجودك هنا؟ الزواج من بنيتو الشاب؟ من يدري ماذا يحل بكما بعد 5 سنوات من الزواج؟ لعلك لن تقتنعي بحياتك كما كنت تحلمين، ولن يكون لك مهرب ساعة إذن، لأن عقيدتنا لا تسمح بالطلاق. تأكدي من حقيقة مشاعرك قبل التزامك بهذا الرباط. آه يا ماتيلد، إنك تصورين لي أمرا مخيفا. أليست أقوالي صحيحة؟ ألا تعتبرين رتابة وأنت في قمة الشباب والعالم لا يتسع لأحلامك أمرا مخيفا وموحشا؟ هل ترضين فعلا بإنجاب عدد من الأطفال ورعايتهم؟ بينيتو أفضل شاب في القرية، لكن بينيتو إيطالي، أما أنت فلا، وأرجو أن تذكري ذلك دائما. أنت لازلت إنجليزية بالرغم من كل ما فعلته في الماضي، وبالرغم من طلاقتك في تكلم الإيطالية. إنني آسفة إذا كنت كمن يقلل من شأن ما عملته، غير أنك تعرفين أنني على صواب. لقد قرر عقلك قراره النهائي، أما قلبك فلا يزال مترددا ومتقلبا. تريدين الحصول على أفضل ما في الحضارتين والعالمين، كما ترغبين باختبار الزواج لفترة، غير أن الزواج ليس مؤقتا أو لغرض الاختبار، إنما الزواج ائتمان الحبيب على ذاتك مدى العمر، وأرجو أن تحفظي ذلك جيدا على الدوام، أن ذهبت وأيا من الرجال تزوجت. وجهت سامانثا التفاتة حنو إلى ماتيلد: إنك مصيبة يا ماتيلد كعادتك، ولكن ماذا عنك؟ ماذا ستفعلين؟ علت وجه ماتيلد ابتسامة هادئة: لقد تقدمت كثيرا في السن حتى أصبحت لا أكترث بإمكان الاستغناء عن عملي، وشقيقتي المقيمة في رافنا ستسعد بصحبتي. لا تخشي علي، لأنني لن أجوع مع شقيقة ميسورة الحال. اهتمي بنفسك فقط، اذهبي واحصلي على ما تشائين دون أن ترضي بما هو دون مستواك قيمة، وعاملي الجميع على أنهم أنداد، فهكذا لن تخطئي كثيرا. وافقتها سامانثا على رأيها مبتسمة: حسنا، سأخبر الأخوين سيوني بالأمر، وإنني أشكرك على نصيحتك، ولا شك أنني سأفتقدك كثيرا. إذا حدث أن عدت فزورين في منزل شقيقتي في رافنا، لا تضطربي، بل كوني صادقة وقوية لكي يتحقق لك النجاح في حياتك، فقوة الإرادة ووضوح الهدف يحلان معظم المشاكل في الحياة. لا تتصرفي كالأولاد، فأنت شابة، إنما تصرفي كما يليق بفتاة في عمرك، وحافظي على استقلالك في التفكير. كان بينيتو يجلس مكتئبا على الشرفة عندما خرجت سامانثا إليه لتبلغه أن الغداء جاهز، فألقى عليها نظرة حزينة جعلتها تحس بالذنب
لأنها سببت له هذا الانقباض، ثم سألها مهتما: إنك ستسافرين أليس كذلك؟ هزت سامانثا كتفيها: علي أن أذهب يا بنيتو. لا أفهمك يا سامانثا، علما بأنني كنت أعتبر نفسي قادرا على فهمك، غير أنني اكتشفت أنني كنت مخطئا. فبسطت سامانثا يديها بيأس: هل تريدني أن أتزوجك ثم أقضي بقية عمري أتساءل إذا كنت فعلت ما هو صالح لي؟ بالطبع كلا، إن الشك لم يساورنا قبل وصول رسالة صباح اليوم. لم يكن هناك اختيار آخر، وأرجو أن تفهمني يا بنيتو، فأنا لم أترك هذه البلاد منذ كنت في الرابعة من عمري، وأنا عشت هنا طوال حياتي. لكنك إيطالي، وستصبحين أنت إيطالية مثلي عندما نتزوج. اسميا فقط يا بنيتو، فأنا إنجليزية. لم أكن أعرف أن هذا يزعجك من قبل. آه يا بنيتو، حاول أن تفهمني، إنني أفكر بك كثيرا، وإذا تسنى لي السفر سيصبح بإمكاني رؤية الأشياء بمنظاري الصحيح، فإذا كنت أحبك سأرجع إليك وأنت تعلم ذلك. أما إذا كنت تحبني فعليك أن تعلم أن الحب لا يموت بمجرد ابتعاد الحبيبين عن بعضهما. على التجهم سماء بنيتو بعد أن عرف أنها محقة في أقوالها، إلا أنه ظل على خوفه من تأثير الابتعاد عليهما، خصوصا وأنه لم يكن يثق بحبها له كما يثق هو بحبه لها، مع أنه لاحظ رغبتها الصادقة في عدم إيذائه. ثم خاطبها ببرودة: إذا كنت مصممة على السفر فليس بوسعي أن أمنعك من تحقيق هدفك. فأجابته بحزن: بل بإمكانك ذلك، فأنت قادر على أن تأمرني بالبقاء هنا، وحينئذ لن يكون بوسعي الاعتراض على مشيئتك. فهز بنيتو رأسه متناهدا: صدقت، لكنني لن أجعلك تقفين هذا الموقف الحرج، فأنت امرأة حرة يا سامانثا، ولكن أرجوك عودي إلي. فاحمرت سامانثا خجلا وحياء: عندما تنظر إلي نظرتك هذه يا بنيتو، أتمنى لو أنني لم أرى الرسالة قط. رد عليها متأوها: وأنا كذلك، أما الآن فينبغي أن تعطي جوابك للأخوين سيوني. أجابت سامانثا: أجل، وسوف أعلم عما قريب لماذا تصرفت أمي على هذا النحو، وإنني آمل ألا تكون قاسية ومخيفة كما يخيل إليّ.